وتهور خلاني أخسر أشياء جدا كثيرة في حياتي. كان الدافع طيب وكانت النية طيبة، لكن مرات نيتك الطيبة تخسرك أشياء جدا كثيرة، ومرات نيتك الطيبة في ناس كثيرة تستخدمها استخدام خاطئ. لحس مخك؟ طيب اشرح لك الحين. كثير من الصحف العالمية وصفتني كأكثر المعارضين السعوديين تأثيرا في السعودية، وأنا أعتقد أن هذا اللقب وهذه الصفة أكبر إهانة لي، لأني أرفض أن يجمعني لقب مع سعد الفقيه ومحمد المشعري، أشخاص لو عندهم القدرة على إدارة السعودية خلوا السعودية داعش بفوردات، خلوا السعودية داعش بسيارات جديدة صراحة بالفم مليان. يعني أسوأ شخص في الحكومة راح يدير الحكومة أفضل من محمد المسعري وسعد الفقيه. لذلك أنا أعتقد أن أعظم إهانة لي أن شخص يرمي علي ويقذفني بأني معارض سياسي، سواء من القنوات أو من الأفراد. أنا ماني معارض سياسي أبدا، ولا كنت في يوم معارض سياسي. أسأت الناس كثيرين خطأ كبير، خسرت بهذا الخطأ أشياء كثيرة. أقول لكم الأشياء اللي خسرتها في السياسة. خسرني كل شيء تقدر تخسره. أحرقت كل سفن الرجعة للسعودية. خسرت كل شيء ممكن تخسره في حياتك، سمعتي، اسمي، كل شيء، كل شيء. أمي كنت أكلمها بالسناب شات لايف زي ما تشوفني الآن، وكانت تقول لي يا وليدي متى بشوفك قبل ما أموت، وكنت أقول لأمي يا يمه العمر طويل وبتشوفيني وتشبعين مني. ماتت أمي بدون ما أشوفها، بدون ما تحقق أمنيتها. ليش؟ على إيش؟ وش جاب لي؟ وش جاب لي الكلام عن السياسة؟ هل أفادني؟ ما أقول لك هل أفادني، هل الخسائر اللي خسرتها تسوى؟ تسوى؟ استفدت شيء واحد بقول لكم إياها الحين. جابت للسياسة إلا النقمة والغبن والقهر والحياة السيئة بكل معانيها والسمعة السيئة، وكل شيء سيء في العالم جاني بسبب السياسة. أخذت خطوة للوراء، رجعت قعدت أحسب حساباتي. هل من جد السعودية بهذا الشكل السيء اللي أنا كنت أتكلم عنه، وكثيرين من المعارضين مطلعين لك السعودية كإيش؟ أفغانستان يوم تسمعهم؟ أبداً لا. السعودية وبالفم المليان وأقولها، والكلام هذا بيخسرني خسائر كبيرة أكثر من اللي خسرتها في الماضي، لازم أقوله السنة الجاية. 1970 متوسط عمر الإنسان السعودي 48 سنة، 2021 78 سنة. شيء ما قد صار في العالم. في السعودية تروح لأي مستشفى ما يسألون عن عنوان بيتك عشان يرسلون لك فاتورة زي ما هو هنا في أمريكا بالفم المليان. في السعودية الخدمات اللي موجودة عندك مستحيل تلقاها في أي دولة في العالم صراحة. يزعل اللي يزعل ويرضى اللي يرضى بالفم المليان. أشياء كثيرة عندنا في السعودية ما أقول لك محسودين عليها، ما هي موجودة في أماكن كثيرة في العالم. السعودية قصة نجاح، ما هو بشخص واحد اللي حققها، الشعب السعودي اللي حققها. كلنا نعرف أن اليد الواحدة ما تصفق، ولو هي يد واحدة في السعودية ما صار في السعودية اللي تشوفها اليوم. كل الشعب السعودي هو جزء من قصة النجاح هذه. ما هو بسبب النفط، دول كثير عندها نفط، فنزويلا نفطها أكثر من نفط السعودية، دولة منهارة ما في اقتصاد، البنزين بلاش بس ما فيه أي اقتصاد، ما في وظائف، ما في شيء. إيران شوف حياة المواطن الإيراني، شوف حياة المواطن السعودي. إيران راتب الإيراني 700 ريال، تخيل إن راتب 700 ريال، وضع صعب جدا. نعم عندنا مشاكل، إذا ما عندنا مشاكل معناته إن ما إحنا قاعدين نحاول، لكن مشاكلنا ما تمنعنا المفروض من إن نطالع وراء ونشوف النجاح اللي حققناه وين كنا وكيف صرنا. اليوم الوطني هو يوم احتفال
قصة النجاح اللي حققها السعودية والشعب السعودي كامل، لأن كل مواطن سعودي هو جزء من قصة النجاح. كان معكم متحيي ممطيري من الولايات المتحدة الأمريكية، أشوفكم على خير. مع السلامة.